إلهو إحسان بدنو أرحم الراحمين لهو أدون كاغيان أهي أبالكو مجدي كرو أودنا أديس كاله أبور كيجي كوباد أول كي بداية يدي هدون أضع الرال أهي إلى أوركي هو يدي الدون يد إنتان جري أديجي أرزق جري أدوم أنا وحكم هلين إحسان كا جما هني أرحن كلا نسوجي ما آخر أنا كسيدرا إلهو إحسان بدنو أرحم الراحمين له بو أيان تمودي أسيبو أجشي دماتو الدنيا أنك أروره إريغا إيغو دمبيو أفكيغو أو كدواغا أوركنا أنك جعلادو إخلاصنا آنو إراهو لأقبلو لأجيبو لا إله إلا الله يودقونو نبيغيني الله يو إيغو آدي أرققحنيغا إلالي إله يو إيغو آدي أرققحنيغا إلالي هدي إلك اللي ديغو أفر حرر يجقف ينا ليغو سو البابو عيد ليغو آسو أهل إيا قرابيو أمدو إيغا جيستان ألا بدن قاتان أهل يا قرابي أمد إيجيستان على بدن قاتان أقال كنا لسون نقو إن دهنا لأي فروا بقرق آخر إريد لقبحنا مال إيمان كما هنا أقون هرن أملي اللهم هان إسكا آلو إيا إتال حميديدا إيا إحتاج نمديدا أدقوي أرقتاه إسمكا الرحيم إله يو إيجو إحسان فالآه أهدنيغا إلالي إله يو إيغو إحسان فالآه أهدنيغا إلالي إله إحسان بضنو أرحم الراحمين له بو لما ذي أرحم لاو أولى بريد كسيتينو إن دعا غارتا هايو الله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عبسو جرني أحاديث إصلاح المجتمع لبسو كلية كتاب كليرا والله سوق عطي بخاري يا مسلم وحن سوق على ني جد حديث وحديثها كم إذا هذه أدوانا قبلا له وغفك السبب وغن وغن إيسا إن والله سبحانه وتعالى رديه سكسبره هل في أي أن نكسي ولينا كلك حديثة قال وحوي الحديث الرابع حديث كأفراد مروي وهي كل غوريي عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه حكيم بن حزام صحابي الليرة والصحابي الجليل من كاسيان اللغوريي حكيم بن حزام وحوها رجل سوء إسلامي وقت الدمب وحان الله شيئين ولحن سنة جاهلية كنا ولا لحن سنة وإسلامي ماذا كنا ولا قال وحو إلي صحابي آسو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أيان سؤاسين وحسيو وأن سؤالي فأعطاني وإسي رسولك صلى الله عليه وسلم ثم سألته قلك أكجل على دنو أن سؤالي فأعطاني وإسي ثم سألته أن سؤالي أيومي مرتد القدحات فأعطاني وإسي ثم قال رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم يا حكيم حكيم إن هذا المال مالك أوكما خبر كحيارا ويهي علو أومعان عقار كان عندها جعل معان كان عرر كأيا جعل الدنيا دون وامد عقارا معان وعروع سبعيهين رسولك صلى الله عليه وسلم وحويره فمن أخذه غفقي قاطع بسقاوة نفس نفجك تناشد إليه الدقنانس إلى غفقي قاطع وسقاوة قاطع أسقو كدقن وأن تضلع يكدر عرر سمين عورها قاطع بورك والله بركيا له أسقى فيه عورها نعلولة والله بركين أيوه يلي صلى الله عليه وسلم والله بركين يا أيوه لك قادم أيوه كلام الجيران ومن أخذه غفقي قاطع بإشراف نفس نفحت بذب كيده إيهان قلتا جيدة غفقي قاطع لم يغارق له فيه اللهم بركين أيوه سيدا سيوه رسولك يلي صلى الله عليه وسلم إشرافك وحال لوجه إلى غفك إنه وكان أهنقل تاقل وكده وأرديه ووصن إنه حوله يلمه يعني الزنك على لهين سيدا دسك اللوي إلى هذا الدنيا أي عابدان وكانك الذي كي أوكل أيو أهانيا يأكل عنيا ولا يسمع أن درقين وليد العليا قعنت الصلاة خير ويسوك خير بلان وكها قاكسان من اليد السفلاء قعنت غوصي وأهمد وحقا لنا
gacanta sare waxaa la yidhaahdaa midda xoolaha bixinaysa, midda hoosana waa midda wax qaadanaysa. qaala xakiim, ninka la yidhaaha wuxuu yidhi, markuu rasuulku sidaa igu yidhi sala allahu calayhi wasalam, waxaan ku idhi yaa rasuul allah, rasuulka allahayow, waladii macbuud baan ku dhaartay bacathaka bilxaqi, xaqnimo kugu soo saaraye, laa arza-u, ma qaadanayo axadan axad oo bacdaka adiga kaa dambeeya shayna ka qaadan maayo, shay aan ka qaadan maayo, axad adiga kaa dambeeya shay aan ka qaadanayaa ma jira, ayuu yidhi, xataa ufaariqa dunya, adduunka ilaa aan faaruqayoon ka tegayoon ka dhimanayo. adduunka hadduu ka dhintan, hadda qofuu xoolo ka qaadan oo kale awalaan la arkin, macnaha shaksi bani aadama waxaan ka qaadanayaa ma jiro. qaala wuxuu yidhi, fakaana abuubakar radia allahu tacaala canh, abuubakar wuxuu ahaaday markuu khaliifka dowladda islaamka u ahaa, yadcuu xakiiman, kii xakiim u yeedha, liyucdiyahu si uu usiiyo, alcadaa siisno xoolihii siduu usiiyo, faabaa an yaqbala minhu shay-a, waa fayabaa an yaqbala minhu shay-a, waa uu ka diiday inuu wax ka aqbalo oo wax ka qaato. xakiim ninka la yidhaah, waa uu ka diiday abuubakar gacantiisa inuu ka bixiyo xoolaha uu xaqa xataa uleeyahay. xoolaha uu xaqa uleeyahay waxa weeyaan xoolaha laga soo furtay gaalada oo ganiimada ah. uma ina cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu ayaa ducaa u yeeray liyucdiyahu inuu siiyo ahaa xaqa uu leeyahay, fayabaa an yaqbala, wuu ka diiday isagana inuu ka aqbalo. faqaala wuxuu yidhi cumar ibn alkhadaab, yaa macshara almuslimiin, kulanka muslimiintow, muslimiinta jamacoodow, ushhidukum calaa xakiim, ninka xakiim la yidhaah ayaan idiin markaasi gelinayaa, innii acridu calayhi xaqa, anugu waan u bandhigay dushiisa xaqiisa, xaqiisii waan u bandhigay, alladii qasamahu llahu lahu, ou rabbi usoo qayday fii hada lshay, shay aan oo kana xoolahan shay a la yidhaah oo gaalada laga furtay ka carartay, xaqii uu kulahay anugu waan u bandhigoo waan u keenay, fayabaa an ya'khuda, inuu qaato wou diiday, wowna iga diiday, mana qaadanaya nin rabana maha, la socdo rabbi horkiisa subxaana wa tacaala berita ninkaanu xaqiisinan siiyey. qaala wuxuu yidhi, falam yarza xakiimun, xakiim kama qaadan oo kama nusaamin axadan oo min annaasi ka mid ah bacda nabiyi sala allahu calayhi wasalam xataa tuwafiya radia allahu canhu, ilaa uu ka dhintay axad nabiga ka dambeeya gacantiisa xoolo kama bixin, mana uusan ka qaadan ninka xakiim la yidhah, axad ka dambeeya nabiga sala allahu calayhi wasalam. rawahu lbukhaariyu wa muslim, bukhaari iyo muslim baa soo saaray xadiidka. xadiidkaana wuxuu cadaynayaa ninka xakiim la yidhaah inuusan shaksi nabiga ka dambeeya wax ka qaadan, ee uu qof walba wixiisii u deeyey ugana tegey. xakiim ninka la yidhaah sidaas ayuu sameeyey. rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu ninka kanu wax weydiisay, rasuulku waa siiyey, mar kale ayuu weydiisay waa siiyey, mar saddexaad ayuu weydiisay waa siiyey, markaa ka gadaal rasuulku wuxuu yidhi, xakiimow, maalku waa cagaaran yahay, waana macaan yahay, qofkii ku qaata deganaan iyo deeqtoonaansho iyo inuu wanaag ku sameeyo waa loo barakeeya, qofkii ku qaata nafta nafxad gudubkeed iyo hanqalsaageedana looma barakeeyo, wuxuuna ahaadaa ninkii cunayay oo aan dargeyn oo kale, gacanta wax bixisaa waxay ka khayr badan tahay midda wax ka qaadata. rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu waanadaa u sheegay xakiim, xakiim wuxuu yidhi, rasuulki allow rabbiga xaqnimo kugu soo bixiyaan ku dhaartay, axad adiga kaa dambeeya shay adduunka ka mida kama qaadanayo ilaa aan adduunka ka faaruqayo. abuubakar markuu madaxda maqlay wuu u yeedhay inuu xakiim xoolihiisii siiyo, xakiim waa diiday inuu wax ka aqbalo. cumar baa u yeedhay markuu madaxda maqlay waa ka diiday inuu qaato. markaasuu cumar muslimiinta la hadlo u yidhi, muslimiino, waxaan idiin sheegayaa xakiim inaan xaqiisii siiyey oo isagu diiday, sidaas ogaada xakiim waa uu diiday inuu qof xoola ka qaato. axad nabiga ka dambeeya xakiim gacantiisa xoola kama qaadan ilaa uu ka dhintay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam, wax ka akhlaaq wanaagsan ma jiraan, akhlaaqdiisa wanaaggeeda ayaana laga garanayaa xadiidka, waayo waad ujeeddaa qofka su-aasa nabigu ma radiyo, qofka su-aasa nabigu ma hoojiyo, xoolaha jacayla uu qaba nabigu uma haysto, iyo dadaal uu ku dadaalayo dariiqyada khayrka meel aan ahaynna wax kuma bixin jirin sidii rabbi u amray subxaanahu wa tacaala. sidii rabbi u amray nabigu dadka quluubtooda ayuu soo dumi jiray sala allahu calayhi wasalam, wuxuuna ku dadaali jiray inuu mi-aad iyo uuluuf geel iyo lacaga bixiyo iyo caris,
iyo danyaaniir iyo daraahim fara badan sida aqrab bin xaabis owsiyo 100 iyo wax ka badan, odayna ibnu xisni iyo rijaal kale kamida mushrikiintii kasoo islaantay quraysh markay maka la furtay. Waa mushrikiinta hore raggii ahaa oo markii maka la furtay diinta islaamka soo galay. Yani islaamkooda waxa ugu weyn oo sababta u ahayna waxaa kamida diin sabab u qaateen markii xoolo la siiyey oo nabigu nin aan faqri ka badanayn sidiisa oo wax u bixiyey. adduunyada wax loo sameeya ma jiraan ilaa waa rukuub aakhirada lagu gaaro. sidaa darteed rasuulku xakiim marna kuma oranin laa ku siin maayo, marna bacda marra ayuu su-aasoo wey siiyey nabiga sal allahu calayhi wasalam. maal fara badan ayuu bixiyey, usluub hagaagsan ayuuna xoolaha ku dhiibay. wax fara badan markuu nabigu siiyey ayuu xoolaha xakiim u caayay. waxauna nabigu xakiim u caayay waxaa la yidhaha damaca iyo hangaltaaga, waxauna u amnaanay adduunka oo lagu saahido iyo su-aasha oo layska deeyo. qofka muslimkaa waxaa ku haboon inuu diinta ilaaliyo, tacaaliinteeda qaato, waxa bani aadamka gacmahooda ku jirana uu ka jeesto u rabbiga khalqay tuugo. rasuulka sala allahu calayhi wasalam saxaabi ayaa u yimid, waxauna ku yidhi waxaad itusidaa camal haddii aan sameeyo rabbi ijeclaanaya dadkuna ijeclaanayaan. rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam izhad fi dunya yuxibuka allah wasal fi ma cinda annaasi yuxibuka annaas. adduunka zaahid ku noqo oo qatru kifaayadaada ka qaada oo ku mas-uulkiisa ka jeesa allah ku jeclaanaya. waxaa gacanta bani aadamka ku jirana zaahid ku noqo oo ka dhaqaaq dadkaa ku jeclaanaya. sidaa darteed waxaa laga doonayaa qofka muslimka inuu daacada alle ku dadaalo adduunka ka saahido. durdiga lagu sheegaya in jeeda la galo marka layska dhaqin lagama wado, ee waxaa laga wadaa owqaadaara inta ugu badan daacada alla ha ku baxdo, yaan adduunku ka mas-uulinin. qatru kifaayadaada ka qaado rabbigaa ka bar, waxa alla kuu xalaalayan ha iska xarinin. dadka gacmihiisa waxaa ku jira ku zaahid oo inaad wax diida mooye wax ka qaadkooda iska dhaaf. rabbi qofkii cuskadaa qanin ayuu noqdaa, rabbi wax ka sokeeya qofkii wax ka dalbaana wuu faqiiraa. axadkii rabbi ku kalsoonaadaa adduunka dhibkiisa u ka raacaysaa iyo dadku inay wax ku galladaysaan. rabbina qur-aanka uu ku yidhi waman yactasim billahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim. qofkii rabbiga cuskadee ku kalsoonaada alla wuxuu ku hanuuniyaa dariiq mustaqiima ee toosan. rabbi wuxuu ku dhaartay cizigiisa iyo sharaftiisa qof walbee asaga cuskada samaawaadka iyo ardada inta joogtaa hadday dagaal ku soo gaado inuu ku gargaaro. axadkii asaga ka dhaqaaqo cuska diidana cirka iyo dhulka waxa joogaa hadday wax u qabtaan alla inuu dilayo ballan qaado subxaana watacaala. su-aasha waxaa kaaga fiican inaad geeriyootide axad walbow rabbigaa ka bal oo diinta ku dadaal. xaqa rabbigaa gudo, xaqa rabbigaa markaad gudatid ka gadaalna xoolo xalaala dalab. masaajidda iyo meelaha diinta lagu barta laazim. markaad cibaadada alla la timaadid ka gadaalna shaqada lagu xalaalayo orad oo aad. ha ku sifoobin kuwa uu rabbi yidhi wa min annaasi man yaquulu rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq. rabbanaa aatinaa fi dunyaa, kuwa odhanaya adduunka allow wanaag muusii aakhirana aan wax nasiiba kulahayn, kuwa ha ku sifoobin. waa inaad noqotaa dadka odhanaya rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasanata waqina cadaaba annaar. kuwa sidaa ku ducaysanayaa way liibaaneen, way darajoodeen, adduunka iyo aakhiradana cizo iyo sharaf bay gaarayaan. haddaba muslimiinta waxa xadiidkaa ka ogaanay waxa sharaf iyo wanaag lagu gaaraa waa in rabbi laga baqo. waxaa kaloo halkaa laga ogaaday hadday dhacdo inaad wax weydiisanaysid qof sharaf leh oo qayma leh oo rabbigii ka baqanaya oo wuxuu hayo aan kaaga bakiyeyn hadda wax kaa ku waayana aan ku caayay hadowna kugu galladaysanayn waa inaad weydiisataa. gacanta rabbi ayaa qani ah, waxay bixidana aysan yaraane, rabbigaa warayso waxaad u baahan tahay. maxaa yeelay albaabada bani aadamku way xiran yihiin, rabbiga khaaliqa albaabkiisuna waa maftuux. waqtigaa garacdaba waxaad doontaa lagu siinayaa ee rabbi ka baqda oo diinta ilaaliya. ninka xakiim la yidhaah wanaagiisa iyo sidau diinta u dabaqana waa laga qaadanayaa. madaxdii muslimiinta u taliray abuubakar iyo cumar cadaaladooda ayaa laga garanayaa. muslimiintu sharafta ay lahaayeen iyo say adduunka uga sii jeesteen baa laga garanayaa. wargadaaloo salafkii misaalix ay kudayla aada liibaanteen adduunka iyo aakhiradaba. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa u yimid ninka xakiim la yidhaah, waa xadiidkaa faraada hadda akrinay. wuxuu xakiim yidhi markuu rasuulka u yimid wuxuu yidhi xakiim sa'altu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam fa acdaani. rasuulka ayaan su-aasho wou isiiyey, uma sa'altuhu fa acdaani, mar labaad ayaan su-aasho wou isiiyey,
ثم سألته فأعطاني مرسل بحضرية سألته هو بسيه حوالا أيوه ريسانيا. ثم قال مركا كجل الرسول كحوري حكيم إن هذا المال خضير حلو مركا وكان هو عقاري يوانا معايا عقارك يمعان كان عندها بني آدم قوي جعلين فمن أخذه بسخاوة النفس نفذر سونا سجد إيد دمع الآن تيد إيد جنان تيد غفتي كقا تحرى ذورك الله في مالك غفتا والله برسيا ومن أخذه بإسراف نفسه نفس الدل إيد إيه هنقلتا جيد إيد دمع إيد إيد دمع عرف تيد غفتي كقا تحرى إيه وحصدها فينا لم يبارك له في الله وبرك يا حرى وحو كيل يفا إلى مجرى وكانك الذي يأكل وهو هذا في عني أوكل ولا يسمع ولي جنحان درجين وساجي القبالة انت السبب لي ايضا اتعال ايضا قبال عن كل جايا مرا اسر بلانا وطمان يولا الله يكرا نعوسسا وحو ربيري حديثه النبي قيل صلى الله عليه وسلم اذا اعطاك الله مالا فليرى اثر نعمة الله عليه فبها الضوء مالك في النعمة على بسارها لك عرفه مع انها اللي ورد جدا كو اسراف مالك نعمة عليها كام يغصى هنك عياري مساكين في المسلمين سنحك سيا قرارة واليد العليا خير من اليد السفلى قعان تسره او وحدي ليس او وحصور قاريسا مد وحدا مايسا كهوص الى وحكا خير بلانتا ايوه رسال الله عليه وسلم حكيم منك اللي يا وحوي رسولك وحان كبير رسولك الله والذي بعثك بالحق لا ارزو احدا بعثك شيئا حتى اقارب الدنيا ربك حقا نوكو بسرد بحيان كل عرضي لا ارزا كم نصرامنا وكك عالم ما يولي احد اليك جلال كاهي اهالي سيء ادونك كاملة الى ان ادونك كتغير خب اليك كاتب بيار ايه الله كيك قادرية مجره الى ان ادونك كتغير سيدا سيو رسولك كويري صلى الله عليه وسلم منك حكيم العيرة احد اليك كاتب بيار الله كيك قادرية ومك انت استوحك بحين يا مجره بيار ابو بكر منك اللي الى مركو خليصة مغضي ومسلمين تو جاميها اوها حكيم وو ياري جري اللي يعديه والعضاء سيو اسي حوله حكيم وديدي انه كأقبل ابو بكر حجيس الشيء عليه كاملة مركي او عمر بن الخطاب رحل مغضي رضي الله عنه حكيم وقيري شيء او اسيه فابا ان يقبل وكذي لأسقان انه كأقبل وحولي نيك الليرة عمر ومسلمين تجمع عروس وعمر قافئ من كجدك يا اني اعرض علي حقه الذي قسمه الله له في الفيس نيك الليرة وحكيم حقي او حولها خلق وقعي لشيء او قرار الله غفر سئنا او بندقي او اتاني فأبا ان يخذها انو اقلقات او جيدي مسلمين تقرادة لما قوما ما او سنين ظالم باعتهاي او ان حركة باسم باعتهاي بل اسكبا دافع ونجو سرين افر كده درس الحكيم ما او سن كم نصرامن او كما قال لم يرز احد احد وحكما قال او ذكا كمل بعد النبي الى او ادون ككتل سيد ربي كبغنا اسلوب هجاشن بنت او نغمة او نصوص سي ساي او دبغة حديثك صحيحين كأيات فراي بخاري مسلم سؤالك ما الى وناك ورد الى مسلمين دور ربي كبغنا قال اوحوي الحديث الخامس حديثك سنات مروي ويكون لوري عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه حكيم كان هبدا صامر نعيان لغوري وحديثك هبدا صامر نعيان في جرسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك الله وحويره البيعان بالخيار لبدا وحكى الجرايا خيار بيكد هنه المجلس اللي يرى خيار المجلس ما لم يتفرق عن ديسان كالسين هديسان كالسين خيار المجلس بيليهم فإن صدقا هدي إسو الرشيقان فإبدا يعرهم إساق الشيقان هو بيانا أي إسو عديان وحا كجرة وحا لك الجرانا يؤعبا بورك اللهم على بدو دوا الله بركة يا الله بدو وحكا لكذا نيسا في بيعينا وإنك سمان هذي إستقريان وحا ميسا كدرة هو كذبا إسوك بين سيقان ونبن إنك كالحوري سوى مانو فعصا وحا الأركاء أن يربحا إلي ربحان ربحا ويمحقا واسا الله فرا بركة بيعينا بيع ولا بركة دي إلي ربحان هو حجب ما هو الأركاء لكن بركة بيع الله جسر فرا سيدة سيدي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم مسلم يا البخاري وصوصاري وهو رسول كله يلا بغا وحكا لجبانا يا خيار بي كل عينه انت ولا جوغان حبي رمسة اسو شاقان واي بيع وحا كل جرودان اسو عجيان والله بركة يا بيعون حدي اي بيع اسو شاقان اسكن غريان والله اركا ايه ربحان لكن بركة بيع والله قتلتا والله قبض فيها الله سبحانه وتعالى ذكى وعوي ويا للمخرج هي فرد يوضع عن ملك سحرية هي تبغى بيكون عام سيد الزرك لما دي وحكى لجدا سيد مسكور قوم ما يال أركا وحوقاتك
oo wixii og bixiyey ay la ficnaadaan ama u arko wuxuu inay qaaliyiin. sidaa darsad khiyaar la yidhaha khiyaar ulmajlis ayaa la ogolaaday ilaahay kala tegayaa. shareecada islaamiga waxay waasic ka dhigtay qofkii wax iibsaday hadduu shaygii isiyaa kuguma fiicno in xoolihii loo celiyo intay wada joogaan, si xuquuqda bani aadamka loo ilaaliyo. khiyaarkuna waxa u qaybsamaa dhowr: khiyaar ulmajlis, khiyaar usharci iyo khiyaar ulcaad. khiyaar ulmajliska waxaa la yidhaha laba qofood ayaa wax kala gadatay, axad dukaanle ayaa u tagtay, bodaad ka iibsato waxu kaa siistay 100 shilin, marka lacagtii faraha ka saartay oo go-i kuu duuday ayaad isiri go-u qaalibo kugu iyo kuguna haboona. markaasoo inta go-u celiyaa tiri lacagtayda isii khiyaar ulmajlis baa la yidhaha inuu kuu celiyo kaa aqbalaa waajib bay ku tahay mana diidi karo macnuhu yaa weye waa khiyaar ulmajlis. qofkii xoolihii waad ka iibsata waa iska sekaysateen, waxaa la joogtay maalinta oo dhan duhurkii markii la gaarayo ayaad fikirtay. markaasaa tiri yaa kayshaygaan ima anfaca iga cel inuu kaa celiyaa waajib bay ku too khiyaar ulmajlis baa la yidhaha. labada qofood ee wax kala gadatay ilaa ay 10 mari wada joogeen, haddaysan marba kala dhagaadeen oo aan laba geed u dhex marin oy wada fadhiyaan isla joogeen, khiyaar ulmajlis baaba ayaa jira. laakiin labada qofkood mudkood hadday sabuu suurida galo galo waa dhamaaday khiyaar ulmajlis. inta lay hortaagay lay khiyaar baa jira, ninkii rabaana beeca ka laaban kara macnuhu sidaa weye. khiyaar usardiga waxaa la yidhaha shaygii baa la kala gatay, waxuu qofku leeyahay 3 maalmood muddo la-eg bisardi inaan iska soo fiiriyo ayaan kaaga gatay, waa khiyaar usardi. 3 maalmood haddii ceeba ku saamaayo waa kisu celin ama anfici waayo. khiyaar ulceeb waxa weeye shay baa aad gadatay maraad soo iibsata mitaale, markaad guriga la tagtay dumbax gudaha ku jiraad ku aragtay oo marada ay dhexda ka dudulayso waa u celinaysaa inuu kaa celiyana qofkii waajib bay ku tahay. waa marka sharciga islaamiga laga hadlayo. dadka meesha jooga waxay filayiin markaad gadanayso miyaad indhaha lehed maxangaadiga ixsaas yeeshe, saasay kugu oranayaan. sida in la yidhaha ma banaanee rabbi ha laga bogo, xoolaha bani aadamkan ayaa xaaraan lagu cunin, dadka bic mushtara oo ilaahay ka xishooda oo dadka xoolaha ceebtooda hau qarinina oo ammaan aysan lahayn xoolaha ku ammaaninina, haddaad ammaansid ammaan aysan xooluhu lahayn ama ceeb aad ku ogtay aad u qarinin daalin baatay, ilaahna ballan buu ku qaaday inuu xoolahaaga marka ugu dambeeya khasaare kugu sallido. dadka waa aragteen dukaamadu gubta naalin walba, kii khayr lahay xataa saydaanka diwaanka kugu goynayaa. meel walbo dulmi lagu hayo biceeda lagu cayaaraan rabbi ballan buu qaaday, maxaa yeele qowmu sucayd ilaahay muxuu u halaagay baagga iyo miisaankay ku cayaarana buyucda ku cayaaran war buyucda hagaajiya wa rabbigiin ka badlay sida wax loo gasto wax loo kala gasto barta oo dadka yaan la qayaani oo dadka waxaan jirin yaan lagu amayn oo inaha looga diri ee alla ka badlay subxaana wa tacaala. dukaamada inta la tago 15 kanna lagu kala daarayo ee dharka dhalaadka laga badinayo diiniya lama ogola oo wixii ay si kala noqonayaan. qofka hadduu xataan amar ku daarta meesha usheeg maradaa tus maradaa waxaa jira saasada kugu anfacda ku qaado, laakiin waxa hawga dhigin dadka dahab iyo luul ilaa dahab iyo luul maahane. midda kale rasuulku wuxuu ammaanay sala allahu calayhi wasalam qof baa say kaa iibsaday waa kaa dhaqaaqay markuu sii socdayo ina wixii ku xumaaday ma la soo laabto ceebna ma lahan. haddaad ka celido aroo alle darsi uga celinayo ilaahay wuxuu ku ballan qaaday adigana inuu ceebahaga qariyo. oo rasuulka xadiid yidhi man aqaala musliman baycata waqaala allahu casrata, qof muslima beec iyo qofka ka celiyo iska saanaca ilaah baa isagana sindireexashayaalka iyo qalabyaalka u dhaafa qofkaas rabbigiin ka bogoo is wanaajiyo diinta ilaaliyo. xadiidkaasi waxau noo caddeeyey adduunka iyo aakhirada sharaf waxaa lagu yeeshaa inay runta yihiin. beecii waxaa looga faa'iidayaa waa run, beecii waxaa looga khasaarayaa waa been. weliga ogow adduunka iyo aakhirada wanaagooda runta iyo diin ilaalinta ku jira. adduunka iyo aakhirada dulliga lagu dhacaana wuxuu ku sugan yahay diinta yacni beenta oo la sheego, xaqoo laga run sheegay, wanaagga oo lagu cayaado. waxaase jira dad ayagu shar socota ah oo marka korkooda la eego jihaad loo maleeyo xalaal miirasho ah oo qalbiga iyo baadinkana sayaadiinta walaalo kale ah oo wixii rabbi xalilay xarima oo dadka xoolahooda baadil ku cuna oo buyucda dadka ku xumeeya oo ribada iyo balaayada baneeya waa dadaan rabbi ogoon oo rasaaqu inuu arsugayo aan ogeyn. waa rabbaa ku arsugaye riba iska dhaaf oo raxmaankaa kuu gargaaraya dadka xoolahooda ha cunin oo beecaaga ha ku cayaara yaan waxaaga barakadaa la ka qaadin. soo ma ogin haddaad beeca ku cayaartood ummadda ku dhintid oo waxaan diinta waafaqsanay aan la timaadin rabbi inuu ku bi'inayo waxaaga barakada ka qaadayo belalka naarta kaba ayaysa doontid. haddaad diintii bilix iska mayday oo barti adduunyada aad hortaada soo dhigatay wariy albaabka naarta kaa maadinaya war alla ka baqda. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi xadiidka sanad oonu akrinay
أو بيعان اللبن وحكر الجلنة يا ملتبسان ويسوى كلهم بالخيار خيار المجلس إيهنا يسرد الاسمحرا خيار صادق ما لم يتفرغ إيسا يسنك ليسا ينكر خيار المجلس كل عين خيار كاسي عن ما لم يتفرغ على ليه معناه وحال لو رسل إنت يولي الزولان كانت جدنا وإن بلن كالوكا لسوا فلما نفقار بأسيري وإن هلا كالوكا لسوا ما كنت لسوا هو كان هزير إلى وقت ماتوا فركا فرجنا منه فإن صدقاء هذي إسو رشيا وهو بيانا أي سوء البيان بلي على عيرتك كجرتا بورك والله بركة يا الله ما لمجد لطي بيعيما وإن كسما هذي إسو قريان وحالك يا الله وبيعو كج رحمن وهو كجباء إسو بيان سيغان فعساه على أركاء يربح إني ربحان ربحا ويمحق واصل فرا بركة بالإيمان بيع ولا بركة الله كذا على قبلا يا الله وسلا والعياذ بالله مسلمين سوداء على أبيع إنها قع يارينا وصير بإذن جرجال الدين الله يسلمنا بين هالسويننا بر بيننا حوار عقب جريننا والله إذا تذكر ولا ولا كل يا بركة برا وقال الله بالله قال حديث الصحيحين كيوكو فرنيا قال الحديث السادس حديث اللي حاله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحوله لا يؤمن مر من أحدكم حسين إيمان كامل هو حقيقي حتى يحب إلى أرجع لأخيه ولالك ما يحب لنفسي نفسي سيوح أجع لي أوناك أحسين إيمان كامل لجمهني من أوصن رمين إلى أرجع ولالك سأجع لعنيه وهو نفسي سأجع لي أوناك أي رسولك صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم الحديث السابع حديث كتبات مروي وهي كل ولي عنه اي عن انس رضي الله عنه قال انس حديث يا الله قال الله رضي الله عنه انا سوحو لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو لي ثلاث سبح من كنا فيه احد كي بحلي سأهادان او لقه له وجد قفك صواه لي حراوة الايمان ايمان كالمعان فيه فئية تدن فيه سبح الرمى الغفك كسرنا على ايمان كودا شريف وانا الليباني في ايوبي صلى الله عليه وسلم فدعوا الحيكلين كانوا ظهر يا وحوي ان يكون الله ورسوله الله هي الرسول في سنة اهالا احب اليك واسق الله قد جعل بدنيهي مما سواما لمده روحي كالصهرات وحو البواء انه كجع الله الله الرسول في سنة وان يحب في الله وانه الا الدرس وحج على الله ويبجد في الله الا الدرس وحن او عرضه وان توقد النار نار الا هريه قول سيده عظيمه الاوين وفيدع او كل عصيها او لغر او كل احب اليه وان لو رجع يبني اسجا من ان يشرك بالله سيا دبتا انت الله سيده هل لغوب هل لغوب بيرو وهل لغوب دوغوي يا ربي اشريات وان وجع على دبتا هل لغوب بيرو معناها وان ادونك مركو شرك لا ان لها او يعني او قال لكم مغلا دبات الدنيا سو على اخره بالجاده هو إنه الرميسية عذاب كأدبيات إنه أهوان كي من عذاب الآخرة كما آخر الحجير سيدة الدبس الوحد كسها الله مسمي الدين هذا كسك الدين الوحي الدين الوحي والوحي الدينية أما الدين كسك وحد كسها الله مسمي الدين كسك ما هو إنه إلى هذا سركك هو إنه الدين ما تقول هذا وإنه انترى هو البخاري ومسلم رسولك يحول صلى الله عليه وسلم تبدع الرماد قطي كسبنا هذا وصدح على الرماد اي الله قهله ايمان كتب الكيس يجين سمعان كير ايوه هرج الله يا رسول كيس وانه كجع الله وحو الضوك سهرة امر كالله سيه كرسول كيسيه امر والضوك سيه وانه كهر مريه وحو الضوك لويره لها وانه ايات كالله يا حديث النبي اي اظهر ريان قولنا نسول سليه حبي قال لك يا سلاوي وقفك وجع الله ريه وانه قال لدرس وجع الله ريه الدين توفي عنه وقفك ومعينا وانه قال لدرس ومعاه هل لقو قبو وهل لقو قبو قبو يا ربي يا الدين في سكبع وانه وجع الله ريه انه لقبو لقبو قبو قبو يا شرك الله امام مايه ربي انا واسري بيالي مايه وحكا سعلا يسنيه ربي بقوضة سراء ايام بزادك الدونيه وقت مسلم كا او ايمان كلا سيدا اسمع الله قو قرانا يا مالك ربي الله قبه وهل لبسي فوق النصوص في اي شيء يشوف لما دا حديث او ناخر النيس وكان لحادي كانت الضلاغة ولا دا حديث او واوين او قيمة الضلاغ او قفو البوه مسلم اللي قد دوني انو برطو حسليو معنه ودسته انو او نكون نغمو معايا لي قيبها ايمان كا هو اغسر رأي اي شيء وحنا اللي بدأ حديث انه عضينا يسا ايمانك انه بطن نصرانا ويوحى اللي بوحى اللي يقفك مسلمين سواناك قال الله جعل ايمانك سوا كامل
وحكله لجو عدي الضف والباء أمرك على سبب وجود دلالية مؤمنين سنة على الدرس أجي الجارب أنا على الدرس ونعت بنت على إنا قبل سنة ديار إيمان كيس إنه كامل يعني كان إنت على جهر إن إيمان كيس ما بدو ما يش أنا وعمل الصام ناس على جهر إيمان قوة الضباط هي قول قريبا في الحديث وما بيسوع عبده صلى الله عليه وسلم وعقوص الرياوة كلمة التوحيد وعقوه سير طريقة إن لقاك على قرنك أي حماسة سبيت نواغ إيمانك كاملة دينت إن لدفاع الله إن سوى مسلمين تلقى الله قال الله معنا إيمانك القوة أبوة وين دي كاملة فالدرجة لسنا لهو قاله أحد والبين نفسي سعوريه سعيه 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 خير فرضان هي درجة فرضان أيو جارية مركز سادو اللي يانتان ولل أكسي سوانات أبه سام فضيقين كبقضة وحق إرارية وإيمانك غيره سلا إمارة ذكا إيمانك غيره سلا إمارة ويلي يا يام ويدا الجواب وحين كفر أن دولي إيه حماسرة كان مع إيسان ألا الدرس ومع كاد الآن إيسان ألا الدرس أجع لارة كان رحصي إيسان ألا الدرس أسرية كان أروح أدي ليسان ألا الدرس أجدي له أذكى مسلمين سأل ونادية ألا أعلم كنائد ونادينا إيه مسلمين سأسرة وإنا الدرسان وانا لغم النارمان وكا مسلم كا مكا وغيرات كجاء لي كنا دلالي ربك أورد صلى الله عليه وسلم waad waxa uu nagu dooriyay oo labada xadiis samid ah in qofka muslimka oo u jiclaado walaalihiisa kale muslimiinta waxa uu naftiisa u jiclayay oo wanaag ah sidaas oo kale waa inuu u kahdo qofka muslimka ah walaalihiisa kale waxa uu naftiisa u kahanayo oo xumaato ah qofku wuxuu jiclayaa inuu yeesho maal wiilal jirkiisa oo caafimaad qabo عقليس أو نرجله درجليس أي سريه ولا ليس مؤمنين سوى إنه قد على إنس أوكر إيه جارة أو خير إيه وناجح وأنا إنه قد على غصه إنه جعله ولا ليه لجعله الدون كي آخر إيه الليان إيه سيادة جارة ليس نيدة كجري ولا لها إيه نعمة كسوس حاسب نبع الضيق الصور الدون كي آخر الأغوان هلاك سنيسا على الله ما يرانيسا رسولك صلى الله عليه وسلم وحوره استغ المحارم تكون عبد الناس وعربك حرم يتبع ورسناه وحاران تمسك تجد بلنبو مغير وقفك وإلى هذا بلنبا مبايسان وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وحي ربي قوسا غيري رالي كنه دفك قفك أبوغ نسان وأبوغ الله بلنبا مبايسان واحسن الى ذلك فكن مؤمنا برساله وناد مؤمن ايات اهاني صاحب واحب للناس ما تحب لنفسك فكن مسلما ذكر مسلمين تا اي ولا رها وناد فجع الله مسلم اهاني صاحب حديث عن سنتين صحيحه في صحراء وتريد في صحراء يا غيثي وحالك على قدرتي ان لقيت دوني وان روحت سوى الله احرمي كتكتي وقدرك على الرالك النغطي وقدر الساقة ونادي وقال مسلمين سواناك إيا خيرات لجع لاتي ربك أقف والقو كبك وقدرك ونادي إسلامك أحدك ولا لي خيرك أجعل وقفك اللي يعني ولا لي سمسلمين سأقفك عن خيرك أجعلين وعالك أسرى قدرك اللي راحات النملة وحان الدشي سكوين هذا نعمده الله المسلمين سأقلي وحونا كأجساء عملك صالحة وحونه الدنك إي آخرة للغضب وربك بغر سبحانه وتعالى والمسلمين توحوكين إي حوله إنها كب خير منه عاصمة دي قالوا إي علم هداد دونيسان ربي ورئيسة ربي بأخصبه الغيرية قطب البنى مثل حديث الله جرانا يئر وأرن كأقالة دسك إسلام كهو الله سبحانه وتعالى وحو نقدل بإن الأمر في سقارنا وحو البنعنا سقوي بيسانا حديثك الله وحو نوسيق إن الله سعلامه ورب جعي في سئله يهي أوامر في سئل لغاتون وهدي سلقه روين الجرطة رب كريه إلا عابده وعلى أكسي سوحا أهالين يريه أن وحك لا الجريم وأنا لقبقا وحا أسقارين إذا إذا وإن هالسرطو أفرد أعبو دستيلي أبيغو أركي يوكري هذا أبيغو الله أركي الله أسجا أبيغو كواركي وإن هالهجاجي أبيغو يا ربك وحق إذن كده هيا فاسا لك الدنيا مركا كالجرال وحان قوب بنانين إن أبسيقتي ربك دعيسي سأمركي سأبخلافي
ma banaana inaad dacayan la sheegatid adigoo dunuubta iyo xaaraanta bardarsanaya, adigoo sharta garsanaya wanaagna muujinaya dacay alle ma sheegan kartid. Dad baa jira markay khaali noqdaan rabbiga ula baarisa macaasida ula daayra lana jahra inay waajibaadka ka tagaan, waana dad aan garanayn wanaaggii waxuu yahay. Rabbi ha laga boqo. qofkii rabbigii ka cabsada macaasida ka tagaalla muxuu yidhi waman yattaqi illaha yaj'al lahu min amri yusra, qofkii rabbigii ka cabsada alle amarkiisa mid sahlan buu ka dhigayaa. wayukafir canhu sayi'aati, rabbi dembigiisa u dhaafaya. wayucdim lahu ajra, ajrigiisana waa weyney, darajo saraa la gaartay, wax walban allah ugu deeqaya subxaana watacaala. marka haddana waxaa lagu amray ka gadaal dacaylka rasuulka. mursidkii weynay ayuu rasuulku ahay sala allahu caleyhi wasalam, hanuuniyii weynaa iyo tusiyaha dadka tusaya khayrka baadida ka soo saarayay, kufriga iyo baadida ummadda uga digayay. waxaanala ku waajibiyay inaan jeclaanno, oon ixtiraamno, oo aan qadarino, oon amarkiisa addeecnoon, xigmadiisa iyo xukunkiisa aqbalno. wamaa aataakum rasuula fakhuduu wamaa nahaakum canhu fantahuu, alla yidhi subxaana watacaala. wax kastoo rasuulku idinla yimid qaasa waxuu idinka reebana kahara waa liibaanaysan adduunka iyo aakhiradada. rabbi wuxuu yidhi subxaana watacaala falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiimaa shajara baynahum thuma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimu tasliima. rabbiga ku khalqaan ku dhaartaya dadku iimaan malaha nabiyow, ilaa ay kaaga soo xugunsanayaan wax walba isku qabtaan, dibadeenna aysan nafsadooda ciriiri iyo dhibaato ka helin waxaad ku xakunto, oy si dhaba isu dhiibayaan. qofka iimaan malaha ilaa uu si dhaba isugu dhiibaya dariiqa nabiga sala allahu aleyh wasalam. falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim, ha iska ilaaliyeen amarka nabiga kuwa khilaafaya in adduunka musiibo lagu sallido iyo gaalnimo, aakhirana ay cadaab aliima seexdaan. nabiga maxabadiisa waxaa u daliila diintiisa in la raaco, dariiqiisa in la maro, sida uu rabbi qur-aanka ugu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuna yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum wallahu ghafuuru raxiim. haddaad tihiin kuwa alla jecel oo diintu ay run idinka tahay isoo raaca, rabbi baa idin jeclaanayo, dembiga idin dhaafaya in magciga laga badiyo, ammaan ammaan in la sheegtaan dadku iyo inay dhahaan mawduudiya kasaa'id baan akrinaya maxaba nabi taala la yidhah. maxabada nabiga waa in sunnadiisa la nooleeyo, diintiisa dadka loogu yeero, oo in alla inta kasoo horjeeda xaqa uu la yimi loola dagaalamo. laakiin asila nabigana waan jeclay macasin aan u baarisid maya. waxaa kaloo xajiibka noo sheegay rabbi darsi inaad wax u jeclaatid, rabbi darsi inaad u caroosid, waana iimaanka xarkihiisa midda loogu kalsooni daday arrinkaas. qofka iimaankiisa run yahay, walaalkiisa islaamka ayuu jeclaadaa, walaalkiisa islaamka ayuu oo diinta islaamka ugu ah ayuu jeclaadaa, wuu aamin geliyaa, wuu wanaajiyaa, mar walbana wuxuu isku dayaa inuu walaalkiisa islaamka u gargaaro faasiqiintana aw naco. faasiqiinta waa necbiyay, muslimiinta waa jecel yahay, cadaaladda ayuu ku dadaalaa, waa waaniyaa, wanaaguu ugu yeeraa xoogga iyo xoolihiisa ayuu wax ka siiyaa. qofka iimaan kale waxaa kaloo lagu yaqaan oo xadiid kuna faray, wax kastoo lagu sameeyo diinta alla kama tago, xaqa kama weecdo, nin dagaal badan dagaalkiisana kitaabka alle ugama tago, war muslimiinta u dadaala, war rabbigiin ka bago xaqa ilaaliya, war dadka dagaalka badan dagaalkooda ayaa diinta looga tegi, war rabbi darsi ha loo dhinto, rabbi diintiisa ayadoo la difaacayana ha la noolaado, waa waxa lagu liibaanayo. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam xadiidka lixaad oonu akrinay, laa yu'minu marunayn axadukum xatiin iimaankiisu ma ahan mid kaamila u hagaagsan, xataa yuxiba ilaa uu uga jeclaanayo liakhihi walaalki islaamna maa yuxibu linafsihi wuxuu naftiisa u jecel yahay. haddii la yidhaah walaalku waa iska caamo, xataa ki eelkaaga hay oo gaalkaniga soo gelaya, waxaa u jeclaanaysaa islaamnimada iyo inuu diinta soo galo. waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim. xadiidka kale oo salawaad oonu akrinay wuxuu rasuulku ku yidhi sala allahu aleyhi wasalam, salaatun man kunna fiihi, saddex arrimood qofkay dhexdiisa ku sugnaadaan oo laga helo, wajada xalaawata aliimaan, wuxuu helay iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa, an yakuuna allahu wa rasuulu, allah iyo rasuulkiisa waa inay ahaadaan, axabba ilayhi mimaa siwaahuma, kuwa isaga looga jacayl badan yahay wax kastoo labadooda ka soo haray, wa an yuxibba fillaah, wa inuu alla darsi wax u jeclaado, wa yubqida fillaah, alla darsina oo wax u naco oo qofka uu nacayo u naco diintuu ku xunya, wa an tuuqada naarun cadiima, naar weyn in la sido, oo fayaqaca fiiha, dhexdeeda uu ku dhaco, axabu ilayhi min an yushrika billahi shay'a, inuu alle u shariig yeelo,
iyo in naarta lagu rido waa inuu jeclaado in naarta lagu rido, maxaa yeelay shirku cadaab uu ku waa uu gaarsiinaya. Laakiin naartana waxa weeyaan waa daqiiqado oo muddo yar bay ugu dhamaanaysaa dunyada. Marka dad rabbi ka bada oo nin dagaal badan dagaalkiisu aan diinta uga tegin oo xagga aan la yicin oo muslimiinta wanaajiya aan noqona dadka islaamka ahow, si rabbi nagu gargaaro subxaana watacaala. qaala wuxuu yihi alxadiid athaamin, xadiidka sideedaad marwiin waaye ku la wariyey, can abi ayuubin alansaariy radia allahu canh, saxaabi jaliili ayaa laga wariyey, wuxuuna yihi saxaabigaasi ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam qaal, rasuulka alla wuxuu yihi laa yaxilu limuslimin, axad muslima xalaal uma ahan oo uma banaana an yahjura akhaahu, walaalkii muslima inuu ka haajiro ka dhaqaaqo, fawqa salaasi layaalin, saddex maalmood wax ka badan, oo yaltaqiyaani ay kulmaan, oo fa yucridu haadaakan u jeesto wa yucridu haadaakana u jeesto wadada ku kala leexdaan, wa khayruhumaa labadooda waxaa khayr badan alladii kan yabda-u bilaaba bisalaami salaamta, oo walaalkiisa islaamkaa salaamta ku hor bilaaba, kaasaa labada qofoo khayr badan. rawaahu albukhaariyu wa muslim. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofka muslimkaa xalaal uma ahan walaalkii muslima saddex maalmood wax ka badan inay carabu kala maqnaadaan, oo markay isu hor yimaadeen ay wadada isaga leexdaan, waxaana labadooda khayr badan midka salaamta bilaaba. allah subxaanahu watacaala oo awooda sare leh oo isagu caalimulqaybka ah oo quluubta gedgediya, rabbigaas ayaan weydiisanaynaa inuu quluubteenna cadaawada, xaasidnimada iyo isu caroosada ka ilaaliyo, iyo muslimiinta inaan wax ugu qaadno. marka qof walboo muslimahow, walaalkaaga muslimkaa ha ka haajirin, hana ku xadgudin waxa aad isku haydaan baabi adduunyayin. qofka markaad ka haajiri karta oo markay diin ku kala tagtaan. rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiidka ayaa wuxuu ku yidhi lan tadkhulu jannata xataa tu'minu walan tu'minu xataa taxabu, jannada alla geli maysaan ilaa aad iimaan ka yeelanaysaan, iimaankiinuna ma jirayo ilaa aad iska jeclaanaysaan. afala adullukum calaa shayin idaa facaltumuhu taxaababtum, sow idinma tusiyo shay haddaad samaysaan aad isjeclaanaysaan oo aad israboonaysaan, nacamna tusiyaa la yidhi. afshu salaama baynakum buu yidhi, salaamta baynkiina ku fidiya oo isu salaama oo isu duceeya oo isu wanaajiya oo is ixtiraama oo qof walba qofka kaleo walaalkiisa ha wanaajiya, sidaas ayuu oranaya sala allahu calayhi wasalam. qofka muslimka walaalka islaama inuu ka haajira ma ahan. labada qofood ee muslimiinta marka hadday kulmaan oo isu yimaadeen ee miskood uu salaamta bilaabo, sii salaamta bilaabaa ajriga iskale. marka hore haddii uu ka radiyo sii kalena wanaagga wadaagayaan, laakiin hadduu diido ka radi waayo, rasuulku muxuu yidhi fa in lam yarudda calayhi faqad daa bilismi, haddii kii salaamta lagu bilaabay salaamta uu radi diido maslaxada qaadan waayo, dembigii asagaa la laabanaya, kii asagu soo laabto walaalnimada u yimidna dembiga waa ka baxayaa. sidaas xadiis ayaa ku soo aroray. qofka muslimkaa waxaa ka xaaraama walaalkiisa kale inuu ku xadgudbo oo uu ka haajiro oo uu gooyo oo muslimiinta gabalkood gabalka kale ka haajiro. saddex maalmood muddo la-eg ayaa la ogolaaday, ka badan ma banaano. qofka laga haajirayaa waa inuu faasiq yahay ama uu mubtadic yahay oo wanaagga uu diiday. marka qofka hadduu wanaagga qaada diido, xaaraanta uu ka harjido, waa laga haajiray. cabdullahi bin cumar wiilkii uu dhalay waa ka haajiray ilaa oo ka dhintay. kacab ibnu malik, bilaal ibnu umaya, muraarasa ibnu rabiica, xadiidka dheerka u cadaynayo, qaswata tabuuka markay ka hareen nabigu salaamtooda muslimiinta waa ka joojiyey, yaan la salaamin oon la soo dhaweyn buuyo, maxaa yeele ayagoo inay jihaadka aadaan uwood u leh ayay bixi diideen, oysan bixin qufre ilaahay. kuntan habeen iyo kuntan maalmoodbaan laga hadlin ilaa uu alla ka tago aqbalo subxaanahu watacaala ayaan lala hadli niman kala. ninka haweenkiisa yaay isagu markay fireelaana culumada qaar waxay leeyihiin way kala aamusi karaan dhowr beri, laakiin iska ilaali qofka muslimka u iska ilaali inaad qof inta caloosha wax ugu qaadin aad ka haajirtid islaam ah adinkoon wax diina oo aan ku kala tegin. waayo rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam isnayn iyo khamiis walba dembiga waa loo dhaafaa qof kastoon alla u sharii yeeli ilaa laba qofood oo kaana baynahumaa saxnaa ay caloo wax isugu qaad ka dhaxayda mahane. rabbi wuxuu yidhaha labadan u kaariya ilaahay ka heshiinayaan axaadiis ayaada ku soo aroortay. bal ka warrano maanta maca alasaf jamanno fara badan ayay kala haajireen dadkii culamada diinta ahaa iyo kuwii sharciga xambaarsanaa inay waraaroobaan oo isoo dhaweeyaan oo heshiiyaanna way diideen. bal dhibaatadaas intay laagta u fiirsada arrinkaasu wuxuu ku xambaaray talaamiiddoodii inay kala tagaan oy firaq noqdaan
way xisaab noqdaan, way cadaawo isu qaadaan, oo gabalkood gabalka kale lacnadayo, oo gabalkood gabalka kale kukufri xugminayo, oo gabalkood gabalka kale ay baagi iyo balaayo ku sheegayaan. wax ay isku hayaan iyo wax ay ku dirisan yihiinna lama yaqaano. heshiiya oo walaalooda kaa yeeli maayaan, midooda oo xagga wadaqaadka kaa yeeli maayaan, qofba qofka kaleo lacnada dusha ka saaraya. waa macaan asar. rasuulki allana muxuu yihi sala allahu aleyh wasalam, saddex maalmood ka badan in la kala haajiraa ma banaano. natiijadii maxay noqotay? waxay noqotay in dadkii baaba-aan oo caamadii ay diinta ka dhaqaaqaan. natiijadii waxay noqotay muslimiintu inay midoobi waayaan, gaaladuna ay u soo midowday say islaamka u baabi'in laheed. natiijadii waxay noqotay xumaan in laysu mareeyey, oo qofba qofka kale u xaasiday, oo qof walba uu ku dadaalo sidau qofka kale u xumayn lahaa. war rabbi diinka baqda oo wanaagga ilaaliya oo diinta ku socda oo macaasida isagasaga dad islaama aada noqoteena oo dad yahow muslimiinta wanaagga hala. kolka waxaa laga doonayaa muslimiintu inay dad walaal ah oo isjecel oo cadaawada iyo xumaatada joojiya ay noqdaan. dhibaatada maanta ugu badan waxay noqotay inay muslimiintii kala tageen oo wax wanaaga oo ka dhexeeya aan la arkin. cudur iyo mubarir ay haystaanna ma jiro, ilaa waxay kuleeyihiin ikhtilaaf baa naga qaheeya. naftooday ku cayaareen, diintii islaamka wax uqabashadeeday ku cayaareen, waxyaalo aan loo baahnaynna way la yimideen. gabalkood gabalka kale cadaawo iyo xumaan caloosha ugu qaadeen. war cudurka ka daran waa kee in muslimiintii magaalooyinka ku wada sugneed oo diinta wada fidinaysa ay xisaaban noqdaan? war cudurka ka daran waa maxay inay madaahib ahaan u geriraan? war cudurka ka daranu waa maxee inay kitaabka alla iyo sunnada isugu imaan waayaan sow musiibo ma ahan? innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waa maxay dhibka ka weyn maanta midkana dul saaran? sow rabbi ma oranin wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaragu. war muslimiinta xariga alla qabsada adinkoo idil hana kala teginina. alla keliya ayaan weydiisanaynaa kulan iyo kelmadeenna inuu mideeyo iyo muslimiinta beynkooda inuu hagaajiyo. taas ayaan rabbi weydiisanaynaa subxaana wa tacaala. waxaan alla weydiisanaynaa ru'asada iyo kuwa ru'asada loo yahay, mucallimiinta, culummada, ardada, inuu kulligood qalbigooda isu soo damo oo diinta uu isugu keeno dad walaalaa ka dhigo. war walaalowo kitaabka alla ilaaliya. war cadaawada iyo xaqdiga idin dhex yaalla joojiya. caqiidadii salafkaa la sheeganayaa seefana waa laysu wataa. kitaabka iyo sunnadaan dabaqaynaa, tawxiid baan noolayhaynaa ayaa la leeyahay, xaqiina waa la gara marayaa. qofba qofka kaleu cadaawo u wadaa, xoolihii baa laysu diido, xumaan baa layska sheegaa oo waa laysxamanayaa. ma islaamibaa mase diintaa sidaa noo dirtay? gurihii baa lagu cayaaray oo awlaaddii baa wanaan lagu kori waayey, dumarkii baa sirax lagu dhaqo, gurihii baa maalin kasta dundumaya, nin walbana dooqiisa sow doona ayuu ka yeelaa, dadkana tala kama dhaxaydo. war waxaas islaamnimo maane rabbigiinka badra oo xagga kale ilaaliya. rasuulku wuxuu yidhi xadiidka sideedaad oonu akrinay sala allahu calayhi wasalam, wuxuu yidhi laa yaxilu limuslimin, qof muslima xalaal uma ahan an yahjura akhaahu, walaalki islaama inuu ka haajiro, fawqa salaasi layaalin, saddex haneen wax ka badan, oo yaltaqiyaana ay kulmaan, fayucridu haadaa kanu ow jeesto wayucridu haadaa kana ow jeesto, wa khayruhumaa labadoodana waxa khayr badan, alladii kan yabda-u bilaaba bisalaami salaamta, labadooda waxa khayr badan oo wanaagu ku badan yahay midka salaamta bilaaba oo salaamta la hormara oo isagu maslaxada iyo wanaagga u yimaadaa khayr badan. qof walbo waxa qalbiga kaaga jira dabarka gadaalkiisa inta ka suurtid qalbigaaga nadiifi oo walaalkaa laysi wixii heshiis kaa ogol, heshiis hadduusan kaa ogolayn adugu inaadan wax u qabin u sheeg, mise waa isagu dembiga dan ula laabto. xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray alxadiidu taase, xadiidka sagaalaad marwiyi waaye ku la wariyey can cabdillahi ibni mascuud radia allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu, xalaal ma ahan damu mri'in muslimin, qof muslima dhiiggiisa daadintiisu ma banaana ilaa biixday salaatin, saddex qofood midkood inuu yahay ma ahane. saddex qofood mid ka mid a hadduu qofku noqdo dhiiggiisa in la daadiyaa waa banaan tahay. kan koowaad waxa weeye atayibu zani, guur xalaala mid soo galay oo sinaysay waa garoor sinaysaa la yidhaahe, waa nin iyo naag farqi ma lahan. qofkii guur xalaala soo galay ama guurkii weli ha ku jiro ama furriin ha ku soo dhace ee jina ka dhacay, dhagax in lagu dila ayaa sharcigu qararay.
قفك اللبعض والنفس نفسه ويد النفس نفس لجسي شرعب أسجن وحو قرري قفكي أسجن قف مسلم الجلة قفك اللجلة يا أما من هم نغضر أما ناك هم نغضر صغير هم نغضر كبير هم نغضر قفك الجلة يا قال يسان فرق مرحانة قف مسلم قفك جلعين لجلة لكن كان لجلة حضروا سم مسلم هين كان واحد جلسة وقال يلو مجلة كرة يا وتعارك في كتير لديني أرجوي المفارق للجماعة الجماعة السلام كمان مفارق أرجو بحاجة رواه البخاري ومسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف مسلم كذي جيس إلا الضعب يا مبنى أنا سدح وقفه متكم إذا إلو يا إمامنا جرب سيني سيجور على رقف صغر أرجينا كبع عن رب النقومة كهنا وروح السلام كالله كإلى عليه هي قفتي قف إسلام الجلي رب ديك إسلام من الجلية يعني الله أرنا هذا الجبل إيا قفتي دين إسلام ككالله والعياذ بالله وجمع عبي المسلمين سكبح بالقرآن كي يسلنا وصوري إيا وحكا دقمي محلق ذاك ديكتج ذكا مويانه ذكا لإن الجلاء مبنى عنه صلى الله عليه وسلم الحديث العاشر حديث كثمات مروي ويكل وري عنه أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله وحوري قال رسول وحوري صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق قف مؤمنة إلا آية وضع أكبع رواية قبل سباع المسلم بيليه مسلم كي يمومن كوائي سوزقليا قف إسلام أو دين كارونيو قدقما إلا آية وضع سقنه وجني عام وقتاله قف كمؤمن كادير كي سنقفرهم وقال نمو رواه البخاري ومسلم مثل ما البخاري أوري مؤمن عائد دي سواقا سقنه دير كي سنقفر وقال نمو صدح الله قد بقوا مسلمين سيئا للدين أو الوحد بالدين بسك مسلمين ساديقة قولة إيه سرقت هذا إيه حورة هذا ألا أكتي سوا مثل كرامي أو الإحترامي أو إلا الضارية أي سنبنانين إلا بحق الضع أي سنبنانين ديقة مسلمين سان الله مضارين كروحهم حق أهين حق أصوء أهمتك أو سرعه أقرابي وأنا حق أمان قصاص حتى وإن وقف الحدود ديكو حق الضيس إذا قفك أسوي قول على أصوى قلجين يسوي أمان قصاص وقف الهدلي لبدا حديث وحي نوع بيان قفك مسلم كا بيجيس يشربتيس إلا إلى عليه وحي نفتريان قف مسلم قفكي كحذب إنه فاسقي هاي هذا هو عايز هذا دلنا إنه قالي هاي قفك مؤمن كانا معهم وحيالها قد إقام مصلح قريب دين سأيو إلى عليه سيدا اللي قعوا بهاي ربني كبغر أوكرك الدين سأيو إلى عليه قابلك فساسك كجاية ودينك إسلام قصيصة وقصعرة وحدود ديان لغو حد جلدك دكا جبل كور واصر ريرين وصرت إيا الدلاية دي كود دالا وقوبضة إلي أقادام ما أمانه حرام تكام حرام وقوبضة مركي أقادام بيجيبو حرام سيدا يتركي يتركي إلا الجلو هدوي حماسة ميان باقارن دلام ريا ودلك لبلا يوام حي وحل وجل مركي اللي يمعين حديد كالساق على دوح ونوع جيهي أما كنت دكا جلكو دلقو بنيو ديكو دلقو دالين كرا قفك كوالو علي رزاني جور حرارة مركو صور جالي كجل هالجنيسي بقى حل بجر إلا أو كبنسو وأفر وأسر ديقا وان حي وإنو أسر غرصة غرصة سرعيقا وان دي لو قدر أما قف أفر قفات أو مسلمين أو عادلين وإنو كل مرقاتيك عامل الجريمة دقوب سلاح ساسا جنة دقوب سناكرتا ناقل سمير يئوي ناقل قلصة رأيه بلغو كله رأيه انسا صورنا نجريمه مع وصل وقصنا كرة فلقو جيل لكرة رب إن لك بقى للدنيا مركة سبحانه وتعالى وفي جريمه ده سيده اللي ما ده وقت العلم يا مركة الله لك بقى سبحانه وتعالى أفر قصوات او مسلمين او الدلاء وانقوهم هذي أفر في إرادين أما قصوهم من او يجيراده وانو أجيري سبح الأسامي سجيسا جاد الله قصنا يا وإلهي سبحانه وتعالى جينا أصدقى حرمك أصدقى أن الدوسية المدينة وصغري سبحانه وتعالى مركزك بيجي سوال الجيري إن وضعيه وحكرا قصة اللي قدير كلامة اللي قدير إنه كحذب وقف مسلم إنه قدره أو كعياره قف مسلم هذا كعياره قصة نوال الجيري وحدود ذا لك أصد مركز مسلمين سبيب قولا يا الله دادي من اللي حذبه ذكا شرفت ولا ربي سيدا أؤلى لي ذكا بيه قولي فضلت بلا معنى كدير واحد وانا نقول سنهي أحكى الدين تكرر دوري وواجباتك على إنكيري سيدا صلاة لك أن تستجي أطارة النغضي سيدا كان كتابك على مبادئ أنا إن ذكا أدت ديها قوانين سوى سنهي سيدا مثل يريد قرآن كإله الجهل اللغة مضحه أحد ألا أحد كي وحل بك جالوبي كل قاقي أما كل واقي أما سنة هوس الدولة أما هذا الكفر يا كل واقي أسجن أولا بليا ولا جت خلص ليا ربي أكتي سنة وحيا أو ناجا مجرا عيد أنواع ليه ذا أنواع ممنوع يا ربي على جبر سبحانه وتعالى
قف الله قفك جمع على إسلامك وحق بسرعة بالله قلت ربي وحو القرآن كويل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويس والمؤمنين طريقوا أنبع ولا لا إصلاح إيا وناك بيكين أهالي كل دلالة وربك كبغ الله إذن حريصاً ليان ما أنت نوحى أركي سادليك المسلمين سواكو الله بريان ذاتك جراء حبسي قولة إيا جريد دولة برواقة أي كل داران سيشيغان ليان وما ربك كبغتان أدينت الله إلى الله وما حقا كسعوتان أو حارانتا كتكتان ورميان مدد مسلمين عهين ربك إذن خلق ميان من قرنين دينت إلي دين إسلامتي ميان من أبين والكتاب كان إيا سنة رسيهين أو سعر وقالت كي يحقودهم كإسكدها فضلي وهدد الإسلامتين وحد أغاني الثاني منك أسكر زي الله يقامه إيا قوة أيضا ضدك قراعة إيا قوة ضدك إلى جنب أي سنق من بعد أسارنهن كل قولوا إذن ألا أكتيس حري كليهن عذاب اللهين الله كل ميان أبل يوم المسلمين تدلالة وبنت الله إرارية حديثك كلوح وموسيقي إن مسلمين تلعايا إلي فاسق نواتهي غبك مسلمين تلوحي بريكيين كعايا وفاسق اللي أكي سنع رأي وكلية وصلا قرن يا قبلها مخصنات كان يمنك الجنادة كشهي رب إروي ريان مرقاتي قود الأقبل مولي قود سديسا جيدا ونحل قود لفتكلاب ويهاني هل يسكع إلى علي مرقب ما أنت نوحى الأركيسة مرق الله مركي حجات إسلامية إرسو ما عاي الله سمعين يا مركي جفورك حيث خانسيرك مرصفين منك سعيسة لولانا إيسي حوك كان إيدتك أبدها وينيسانا قرار شرف لأول دارية دي أيها الله يقينه مركي دينت الله إلى علي سيد وحجابك إسلامي قال إرسانا مدرها الدعيادة أوديبو سعادة أودون للتمن أيها الله أبوان صدر ورمي أن الدين لهين مي أن نظر السلامة لهين ربي هل نقبل سبحانه وتعالى لو قفوا مسلمين هذي كلمان كي واحد بلا إيه كي لك دلال الله لنار مسلمين تدير كل مركة وقالين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما سن عذاب الله إياه وقف مؤمنا غفر بلا جهنم على الجرينية والله هو أرينية على الله قد عيسى نحريسة الله قد رجعني أدب وإنه والله دياري سن تابل أي الله سبيه ما سندير كي لواء العوار على سواء سيد الله قال أيام الله دياري حديث كالسجارة رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم لا يحل حلال معهم او مبنانا دم امرئ مسلم وقف مسلم ديد جيسا الا ضاليو الا باحدى ثلاث صدح قفوه متكم الى اينو يهمهان صدح الرمى روح كاملة وقفوا سمايين لجلا وبنانسا الطيب الزاني قرار في سنة يعني سوء سنيزة قف قول حلالا قلي اما غير هجوك اما يحوش هجوك ايسنا كان عمرك يا قرار قف كان قول حلالا وليد جلي وحلقوني فانا يا بقول كيالا سنانا والله مسافرين يا هي والنفس بالنفس غفكي غف مسلم الدليل غفك اللي الدليل هبه مسلمين من اي الناك فرق مران تاجر اي مدن تاجرين فرق مران شيط اي صريف فرق مران غف اسلام غف في دليل ولا دليل والتارك للديني كي دين دي سكتري المفارق للجماعة يا جماعة الاسلام كفارقو ردولي والعياذ بالله انا ردولنا ارن حولي غف والبا يسكيل علي حديث كبغاري مسلم احد والبا مسلم ربي يا كبغاري سلالي حديث كتبنا النبي وحوري صلى الله عليه وسلم سدار المؤمن في الصوت وف مؤمن إلا عيا وفاسق نمو وقتاره كفر إلا الدلان وقال نمو ووحن هل كان مسؤولية تعالى مجدة مؤمن بقى لبويل وحسوك يلا يكي مؤمن كهي او عليك الصلاة كل رأي سيدا والد كان وكري هذا الحقوق رمي لما رأي اسغفت او مؤمنين تاريو يسوك يلا وحسوك يلا يكوة درس كهي قوة ولا برمي احد كسو ايمان لعيدي سيسكيرالي بالكيسة إسكيالة بالكيسة إسكيالة هكسا قنية الحبية جديد هذا كسا قنية عذاب اللي أودي يرجعوك إلا قولي أيات قولي لعذابك عليه إيه قطب الله ربك عكبه ودينت إسلامك إلالة وردد أحزابه أو إسلاعية أو إسماعة أو دباته إسوك جيسة مسلمين سوها النقوانيها إيه حق مسلمه هي كلية أو إلالية ورغب كان معافذة كتبين أو كتابك الله إلالي أدونك لآخرة هو أدو الله بيا ورمي أن سيدة أغين دادي هم مسلمين تاو والعدود إلى عليا وذكر الإسلام كحق وراح الله يعيننا ورب حقه إنين دي الله يعيننا وعرب كي نسيح هوقت طواقننا هذا الأكي سليلان إيه قرقات إيه وناكد ونيسان رسولك صلى الله عليه وسلم وهو عديي أحد مسلم وقفكي هم أو كدر أسوقاتين أو سنقام العين مركاته رسولك صلى الله عليه وسلم من عمل علينا السلاح فليس منا خب غبكي نوصو قاسا عبدان مسلمين هاي نقامد معاها بريق النقي كمسا عدد دسك إسلام كاكو ترس معاها وردم دي لقلوحة وقوين بعد الشركي
شرك الله لو سري يلا كجدال ذنوب تلقلا وحا اوغوين قف مسلم ان دين دي صلى داريو وبغير حق لو داريو ايام مسلمين تبي غور لا داريني وردك مسلمين تهوين كودا غرو بيننا علم هوده اغون سيننا حقوق ولا حلي اننا عمل كودا هدوينين ربك بقو دين فالى عليا الله سبحانه وتعالى ayaan weydiisanaynaa xaqa inuu nagu sugo ouna naga dhigo dad walaalnimada islaamka fahma oo diintu say tahay ugu socda oo muslimiinta dhiiggooda maalkooda sharaftooda intaba ilaaliya. rabbi subxaanahu watacaala ayaanu ka baryaynaa inuu naga ilaaliyo inaan dhiigga islaamka xalirano ama dadka muslimiinta meelaha ay ku sugan yihiin ku xadgudubno. war muslimiintaw dadaal oo xaqa ilaaliya oo kitaabka iyo sunnada dadkooda noqda oo si dhaba ugu socda kitaabka iyo sunnada rabbina.